العشرة وخمسة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في موجة صيف. دونك تسمعون على صنفيني بالولحمة من صنكات أم في الكبان 93.5 في تونس والشمال. كما قلنا لكم قبل الموزيكا باش نحكيه على بعض نتائج نقص الأدوية في الأسواق والصيدليات والمستشفيات العمومية في تونس. اليوم قاعدين نشوفوا في ظاهرة جديدة, ظاهرة بيع الأدوية على الباش فيسبوك. الموضوع هذا اللي اليوم يمثل ظاهرة خطيرة برشا لعدة أسباب تنزيد, ونحكيوا فيها أكثر مع رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة سي شادلي الفندري اللي حاضر معنا بالتليفون. صباح النور سي شادلي. صباح الخير, مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. دونك كما قلنا الظاهرة هذه معناها بدأت استفحلت أكثر بعد نقص الأدوية في المستشفيات والصيدليات في تونس. الموضوع هذا يمثل خطر في زوز جوانب, ظهر لي خطر يعني على صحة المرضى والمواطنين, وكذلك يمثل خرق قانوني. صحيح. احنا كنا نبهنا من قبل اللي أزمة نقص الأدوية هذه باش ينجر عليها المسالك الموازية لبيع الأدوية, وهذا اللي صار مؤخرا. يعني استفحلت ظاهرة تبادل وبيع الأدوية على المواقع الاجتماعية خصوصا الفيسبوك, نبهنا إلى نقطتين مهمين اللي هما أولا خطورة وتداعيات خطيرة جدا على صحة المواطن بالنسبة للعمليات هذوما. أولا لأنه الأدوية ما نجموش نعتبروها كأي مادة, الأدوية تنجم تكون عندها أعراض جانبية خطيرة على المريض, الأدوية تنجم تكون عندها تأثير عقلي, الأدوية تنجم تكون مخدرة, وينجموا أطراف أخرى تنجم تدخل على الخط وتستغل هالموجة هذه دي في الأصل هي موجة تضامنية, وإحنا ما نشكوش في حسن النية متاع الأشخاص اللي قاموا بالمبادرات هذه, ولكن خطر كبير على صحة المواطن. ثم نقطة أيضا الظروف اللي تم فيها حفظ الأدوية, ثم أدوية أنت تعرف مليح اللي تحط في الثلاجة, ثم ظروف خزن, ثم ظروف حفظ معينة. احنا نبهنا المواطنين بصفة عامة, المواطنين كل لازمهم ياخذوا حذرهم ويتجنبوا التعامل على الأقل مع هذه المواقع الاجتماعية. بالنسبة للخرق القانون, أكيد هذا خرق واضح للقانون, والقانون هو يتعمل لما يكون ثم أسباب, يعني ولما المشرع شاف أنه التداعيات نجم تكون خطيرة على صحة المواطن في العبور عبر مسالك غير رسمية, فإنه شرع في الموضوع ومنع العمليات هذه متاع بيع أو تبادل الأدوية. وحتى باش نعطيك معناها مثال, حتى معناها القوافل الخيرية هذيك أكيد راك سمعت بالبعض منها اللي تجمع الأدوية باش توزعها على مستحقيها, فإنه القانون نظمها وهي تتم إلا بترخيص من وزارة الصحة وبعد رأي المجلس الوطني, وهناك إجبارية بأن تتم العملية تحت إشراف صيدلي. ذوما بالنسبة لك القافلات نشوفوهم خيرية مثلا, ساعات باش يهزوا تبرعات متاع أدوية الجهات معينة يعني عندها النقص هذية, هذا الكل لازم يصير في إطار مراقبة تكون من السلطة المعنية كسوى وزارة الصحة هكا. ماهيش بالسهل, احنا ساعات نشوفوا القافلات تهز الأدوية, ظهر لي الموضوع مش سهل بالكل. دونك أنا فرصة باش نذكر جمعيات في النقطة. بي سي شادلي, توا مثلا المواطن يقول لك انا اليوم زاد مشكلتي حاير برشا ما بين النقص نتاع الأدوية. ساعات مثلا مواطن يكون بعيد في جهة بعيدة يدور على الصيدليات وفي المستشفيات العموميه ما يلقاش دواء, دونك يقول لك انا مضطر اني مثلا نتصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعباد تكون مثلا موجوده في ولايه اخرى, نلوج على الدواء اللي مش موجود في الولايه متاعي وفي الصيدليات القريبه ليا, ما عنديش حل اخر غير اني نقوم بالطريقه هذه, لانه ساعات بعض الحالات راهي تنجم نقص الادويه فيها يسبب في حالات الوفاه. دونك يقول لك انا ما بين الخرق القانوني وما بين الزادة أنه ننقذ حياتي ولا حياة حد من الأقارب متاعي, أنا لهناش نجم نعمل كمواطن اليوم المشكلة نعرفه عايشينها تونس الكل نقص متاع الأدوية. احنا ما نلوموش على المواطن, احنا المواطن نبهناه, والتنبيه هو يعني نصيحة للمواطن
باش يتجنب التعامل مع الأدوية هذه حفاظا على صحته. على صحته. حدثنا على الخرق القانوني. حدثنا على حق المجلس بتتبع المسؤولين على المواقع الاجتماعية. ما تحدثناش على المواطن اللي باش يتعامل معه. معناها العبيد اللي تبيع مش اللي تشري. بالطبيعة بالطبيعة احنا المواطن وريناه مصلحته. وريناه خطورة الموقف. وكل من باش يحط دواء للبيع أو للتبادل في موقع اجتماعي فإن باش نتوجه للقضاء في الموضوع هذا. أنتم باش تقوموا بالإجراءات القانونية أكيد. في تتبع الصفحات هذه. بي خلنا نزيد ونحكي شوية على الموضوع هذا متاع نقص الأدوية. أنتم في هيئة الصيادلة لأنه ما بين الواقع على هنا اللي نشوفوا فيه أحنا والمريض كي يمشي للسبيطارات وما بين التصريحات متاع المسؤولين المواطن يقول لك ما ثماش, تسمع المسؤول يقول لك لا الدواء موجود وما ثماش الإشكال هذا. هل بالفعل أنتم كهيئة الصيادلة اليوم صحيح تم تسجيل نقص كبير وفادح في الأدوية في الصيدليات والمستشفيات العمومية أي والليسي سي شادلي؟ هو ثم نقص أدوية هذا أكيد. احنا البيان متاعنا البارح يتحدث على أزمة في الأدوية, هذا ما فيش حتى اختلاف. تبقى السلطة الصحية في تونس تقول لك صحيح ثم العديد من الأدوية مفقودة, ولكن كل مرض في تونس ثم إذا ما ثماش الدواء اللي معتاد المريض أنه يأخذه فإنه تلقى سواء الدواء الجنيس أو بإمكانه التوجه إلى طبيبه المباشر لتغيير الدواء بدواء آخر مشابه. يعني هنا ثم معناه نقول احنا معناه الكوميونيكاسيون تختلف. يعني هو الواقع أنه ثم العديد من الأدوية ناقصة, ولكن نقولوا احنا اللي الوضع مازال تحت السيطرة الى حد الان, وخصوصا البوادر والتفاعل متاع السلطات سواء كان مع موقف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة او الموقف عماد الاطباء, لاحظنا انه ثم تفاعل وثم قرارات هي اتخذت نهار 11 جوان 2018 في مجلس وزاري عقد برئاسة السيد رئيس الحكومة, واخذ قرارات لتوفير السيولة للصيدلية المركزية حتى تكون قادمة. القرارات هذه سي شادلي تنفذت, معناها تم تنفيذها ولا ما زالت حبر على ورق؟ بدأ الشروع في تنفيذها. ايش معناها بدأ الشروع في تنفيذها؟ يعني ثم قرض باش تاخذوا الصيدلية المركزية من عند البنوك التونسية يقدر تقريبا 160 مليار. هذايا في معناها قاعد في آخر لمسات في انتظار بتات المدة القادمة القريبة القادمة أن يقع معناها تسليم السيولة هذه للصيدلية المركزية. هذا باش يمكنها باش تخلص جزء من مستحقاتها. ثم أموال أخرى باش تتوفر على طريق الحكومة من ميزانية الدولة. كيف يبدو أنه في الأيام القادمة بشيقع وضعها على ذمة الصيدلية المركزية. تقريبا الوقت تعرف ما بين أنه تنفذ الإجراءات هذه وما بين أنه نخرج من الأزمة تقريبا الـ معناها مش سهل الحكاية, تتطلب وقت. اليوم وقتاش حسب رأيكم سي شادلي وقتاش قداش ما زلنا وقت باش نقوله اليوم سيي باش نخرج من الأزمة هذه, أزمة نقص الدواء؟ قداش الوقت ياخذ؟ لأنه يعني المريض تعرف كل يوم يستنى, اليوم عنده بعشر أيام راهو, معناها الأيامات صعيبة مش كما واحد يتكلم على إجراءات كما المريض اللي يستنى في الدواء. تقريبا قداش الأزمة هذه ما زلت نجم تتواصل ونلقاو ونوصل لنتائج المرجوة؟ الأزمة أولا الصيادلة قاعدين يقوموا بدورهم في مواجهتها, قاعدين يحيطوا بالمريض ويحاولوا يعاونوه على أقصى تقدير سواء كان مع الطبيب أو باستبدال الأدوية. عن أخبار أنه كميات من الأدوية باش تكون موجودة خلال من هنا نقولوا لآخر شهر أوت باش تكون بصفة معتبرة, يعني ثم كميات موجودة. يظهر لي من هنا لشهر أوت القرض باش يكون الإجراءات متاعه تمت والسيولة تحطت على ذمة الصيدلية المركزية. معناها نتخيل أنا إذا كان يتم التفعيل الجدي لقرارات المجلس الوزاري, معناها نتخيل من هنا لآخر أوت أو حتى منتصف سبتمبر يعني الأزمة تتنحى بصفة كلية, ولكن تتنحى
وقتيا، لأنه نعود ونأكد كما قلنا في البيان البارح أنه هذا حل وقتي، توفير السيولة لخلاص المستحقات القديمة، ولكن يجب توفير سيولة أخرى من هنا فصاعدا للصيدلية المركزية لخلاص مستحقاتها القادمة. هذا ما يتم إلا بإصلاح هيكلي للصناديق الاجتماعية اللي هي التوازنات متاعها الآن قاعدة ما معناها ثم توازناتها مختلة وتأثر مباشرة على الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي هو أيضا اختل التوازنات المالية وأثر مباشرة على الصيدلية المركزية. واضح. شكرا لك سي شادلي الفندري رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على تدخلك معنا على توضيحات اللي قدمتها لنا. رجعين شكرا لك. رجعين في الساعة الثانية من موجة صيف تسمعوا إن شاء الله التقطوقة اللي انتم اخترتوها لليوم قبلها موجز لحتاش ما تبعدوش.